بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سعد الضبي من قناة المبرمج العربي. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا الكورس الذي سوف نشرح فيه حزمة اللينك، حزمة لينك أو كما يحلو للبعض تسميتها لينكو. طبعا حزمة اللينك أعزائي المشاهدين هي حزمة متوفرة في إطار العمل دوت نت الموجود على كل نسخ فيجوال ستوديو دوت نت. طبعا اللينكو أعزائي المشاهدين لاحظ كما يقول الكتاب هنا، طبعا هذا الكورس غير مفيد للمبتدئ، غير مفيد للمبتدئ، ممكن يتابعنا متوسط أو خبير، يعني من البداية حتى لا يدخل معنا شخص مبتدئ ربما يفهم أو ربما لا يفهم لأنه يحتاج إلى أساسيات أكثر حتى يفهم هذا الكورس. أوكي. طبعا أعزائي المشاهدين نحن في هذا الكورس سوف نتناول ونشرح هذا الكتاب الموجود والمنظم بالترتيب، وسوف أطرح رابط هذا الكتاب أعزائي المشاهدين في الرابط تحت الفيديو. أوكي. قبل أن نبدأ في سرد دروس اللينك، ستلاحظ أننا سوف نستخدم المتغير var أو الكائن var، ويطلق عليه متغير البيانات المجهولة. يعني ستلاحظ أننا نكثر من استخدام الفار والكولكشن والبوليون والسترينج وهكذا. طبعا الفار يطلق على متغيرات البيانات المجهولة، وأنشأته مايكروسوفت في الدوت نت لعلاج الكثير من المشاكل التي تنشأ بسبب غموض القيمة الراجعة. يعني هناك مثلا قد يحتاج المبرمج إلى استرجاع قيمة، لكن هذه القيمة قد تكون سترينج، قد تكون انتجر، قد تكون بوليون. ربما المبرمج هنا يحصل لديه غموض يعني، فيحتاج إلى إنشاء كائن. يعني كيف يحصل يعني يكون لديه غموض؟ يعني هو لا يعرف الآن هل القيمة الراجعة هي سترينج أو انتجر أو بوليان أو بيانات مختلطة أو هكذا. لتجاوز هذه المشكلة يقوم الكثير من المبرمجون بإنشاء كائن اسمه var، أنشأته مايكروسوفت في دوت نت لعلاج الكثير من المشاكل التي تنشأ بسبب غموض القيمة الراجعة. سوف نستخدم ايضا عائله الكولكشن للامثله اكزامبل. هو هدفنا في هذا الكورس اعزائي المشاهدين هو كيف نتعامل مع قواعد البيانات بواسطه اللينك. اوكي. اذا ناتي على تعريف اللينك اعزائي المشاهدين. تعريف اللينك: حزمه اللينك وتسمى جمل الاستعلام المتكامله، جمل الاستعلام المتكامله او جمل الاستعلام المدمجه. يعني ستلاحظ ان اللينك يستخدم استعلام، استعلام مثله مثل الاس كيو ال اعزائي المشاهدين. طبعا ستلاحظ فيها القوه والسهوله والمرونه وتوفير الوقت والجهد. الكود الذي ربما تكتبه في 10 اسطر ربما تختصره بسطر واحد باستخدام اللينك. فهذه الحزمه تحتوي على العديد من الكلاسات. يعني اللينك هي حزمه تحتوي على العديد من الكلاسات تساعد وتسهل على المبرمج التعامل مع البيانات. يعني باختصار الاس كيو ال اعزائي المشاهدين هو يستخدم لجلب البيانات من قاعدة البيانات، يستخدم لجلب البيانات من قاعدة البيانات. اللينك ايضا يستخدم لجلب البيانات، لجلب البيانات من الموارد الموجودة في البرنامج. يعني في الاس كيو ال احنا نروح نجيب بيانات من قاعدة البيانات، في اللينك احنا نجيب بيانات من الموارد الموجودة في البرنامج. يعني ممكن نجيب البيانات من المصفوفة، من الكولكشن، من الليست، من الداتا جريد، من أشياء كثيرة. يعني أي شيء في البرنامج يخزن بيانات نستطيع أن نتعامل معه وجلب البيانات بكل سهولة ومرونة وقوة بواسطة اللينك. هذا هو اختصار تعريف اللينك. هيكلية اللينك: كما أسلفنا سابقا أعزائي المشاهدين أن اللينك هو كما قلت أنه يستخدم لجلب البيانات من الموارد الموجودة في البرنامج. يعني أنت عندك مصفوفة، عندك داتا جريد، عندك ليست، عندك اي ليست، عندك يعني أي أداة تخزن فيها البيانات ممكن أنت تجلب هذه البيانات باستخدام استعلام خاص باللينك، وهو شبيه باستعلام الاس كيو ال مع تغيير بسيط من ناحية الهيكلية. ودائما نتجه استعلام اللينك، ودائما نتيجة استعلام اللينك يتم تخزينها داخل متغير var. يعني مثلا أنا لدي مصفوفة أو لدي داتا جريد وأريد سحب البيانات من هذه المصفوفة أو من هذه الداتا جريد، ممكن أستخدم استعلام اللينك وهو شبيه باستعلام الـ SQL. ودائما يقول لك نتيجة هذا الاستعلام يتم تخزينها داخل متغير من نوع var. يعني نتيجة الاستعلام نخزنها داخل متغير من نوع var، ويسمى متغير البيانات المجهولة.
اوكي. الان لاحظ معي، هذه هي هيكليه استعلام اللينك، هيكليه استعلام اللينك. دائما عندما نريد ان نقوم بجلب بيانات من السورس داتا، السورس داتا كما اسلفت سابقا هي ممكن تكون مصفوفه، ممكن تكون ليست، ممكن تكون داتا جريد، اي وسيله لتخزين البيانات. يعني احنا نروح نجيب البيانات من السورس داتا، اوكي؟ فنقوم ببناء استعلام، نقول له فروم اس. شايفين؟ الاس هذا هو كائن. فروم اس، الاس هذا هو كائن. اس ان سورس داتا، يعني معنى هذا الكلام سوف نقوم بجلب البيانات من مصدر البيانات ونخزنها فين؟ في الاس. مبدئيا هذا الاس كائن مؤقت، يعني كائن تخزين مؤقت سوف يتم تخزين البيانات فيه ومعالجتها. ومعالجتها ممكن هنا نكتب شرط وير كونديشن. وير كونديشن يعني الكونديشن هذا شرط. سيلكت اس، سيلكت اس يعني انا الان لدي مصفوفه مثلا اسمها A، سوف اقول له فروم اس ان A اسم المصفوفه، واكتب الشرط، شرط الجلب، يعني عندما تكون البيانات اكبر من واحد، او التاريخ ما بين كذا وكذا، او عمر الطالب ما بين كذا وكذا، او درجه الطالب ما بين كذا وكذا. هذا هو الشرط، ممكن تكتبه او لا، يعني الشرط مش اساسي. يعني اهم شيء عندنا الهيكليه هذه فروم اس ان داتا سورس داتا وير كونديشن سيلكت اس. بعد ما اقول سيلكت اس سوف تخزن البيانات داخل الار اس. ملاحظين؟ var اس يساوي فروم اس اند سورس داتا، يعني نخزن البيانات مبدئيا في الاس، نعالجها ونعمل لها سيلكت. بمجرد ان نعمل لها سيلكت سوف يتم تخزين النتيجه داخل الار اس. اوكي. طبعا هذا الجدول هو يوضح يوضح ماذا؟ يوضح هيكلية اللينك. يقول لك أو هيكلية استعلام اللينك. فروم اس، الفروم بداية الاستعلام في اللينك، يعني الاستعلام في اللينك يبدأ بالكلمة المحجوزة فروم كما تشاهدون، يبدأ بالكلمة المحجوزة فروم، يليها كائن اسمه اس. أنا شرحت الاس هذا الكائن وقلت إنه كائن لتخزين البيانات بشكل مؤقت. بمجرد أن نعمل سيلكت اس يتم تخزين البيانات، يتم ارسال البيانات من الاس ويخزنها في الار اس. يعني نتيجه الاستعلام اعزائي المشاهدين سوف يتم تخزينها في الار اس. اذا نكتفي بهذا القدر اعزائي المشاهدين، ونكون قد شرحنا هيكليه اللينك، وما هو اللينك، وما هو اطار العمل الذي يوفر حزمه اللينك. نلقاكم في الدرس المقبل اعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.